السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية نضالية للخوت اللي راهم واقفين معنا، وتحية نضالية لجمعية أفريقيا لحقوق الإنسان على الوقفة ديالها معنا. الخوت حنا في اليوم السادس من المعتصم، ورا لا إله إلا الله، ما كان لحد الساعة حتى تجاوب مع المسؤولين، ما كان حتى شي حاجة. راه حنا يا راه دابا راه كنتراوحوا بعضياتنا، راه الصباح راه واحد الدري راه لا إله إلا الله راه ما قدش يطلع راه الفوق، راه ما قادش يتنفس. حنا راه كنتراوحوا بيناتنا هنايا، وراه لو كان توقع شي حاجه يتحملوا هاد الناس شويه كنصطاد، ولكن شويه معليش هاد الناس هادو لو وقعت شي حاجه يتحملوا المسؤوليه. راه لا اله الا الله، ما جاو تجاوبوا معانا، ما جاو تحاوروا معانا. حنايا واش حنا راه ماشي مواطنين؟ واش حنا ماشي مواطنين مغاربه؟ واش حنا ما عندناش الجنسيه المغربيه؟ واش عباد الله ولينا كنطلبوا كنتوسلوا للحقوق اللي كان من حقنا؟ الحق في العيش الكريم، الحق في العمل، الحق في شحال من حاجه ولينا كنطلبوهم. واش الانسان كيطلب الحق دياله ولا كياخذه؟ ولكن الحق يعطى ولا يؤخذ. تحيه نضاليه خوتي، حنايا راه شوف راه كنحملوا المسؤوليه كافه لهاد المسؤولين هادو اللي راهم مخدمين معانا سياسات الاذن الصماء. راه كنحملوا المسؤوليه، راه لو كان توقع شي حاجه الناس راه هنايا راه غادي تموت. راه لا اله الا الله، يعني الاخوان بارطاجيو هذا اللايف، بارطاجيو هذا اللايف يوصل للمسؤولين، توقع شي حاجه تحملوا المسؤوليه نتاعكم. حنا راه ما قديناش، وغادي تكون واحد الخطوه تصعيديه، الا ما كانت حتى شي حاجه غتكون واحد الخطوه تصعيديه اللي راه غادي تقيس بزاف نتاع الصوالح، وهما يتحملوا فيها المسؤوليه نتاعهم. وتحيه نضاليه وخوتي، عاونونا بالبارطاج باش الصوت نتاعنا يوصل. حنايا تعاونيات الفلاحيه اللي دارت لنا هاد التعاونيات في هذا المجال الحضاري كبديل اقتصادي، ما شفنا والو، ونتحمل المسؤوليه نتاعي التامه على هاد الهضره. حنا بغينا ناخذوا غير الحق نتاعنا كيما داو الولا يديو توالا. حنا بغينا نكونوا بحال الناس اخويا، حتى حنا نخدموا على رسالنا ونخدموا على وليداتنا، ياك ما كنسرقوا ما كنقولوا لحد عطينا من جيبك ما حتى شي حاجه. حنا شباب من هاد الناس تاع الساكنه تاع جرادة، بغينا حتى حنايا غير شي حاجه من داك البديل الاقتصادي، غير شي حاجه من هاد الدعم اللي كيتعطى للشباب، غير شي حاجه من هاد التعاونيات. ما طلبناها كبيره ما طلبناها صغيره، حتى حنا بغيناها غير ولو غير نقولوا تعادل، ماشي حتى تعادل. الحق في العيش الكريم، هذه هي اللي حنا نهضروا عليها. وتحياتي اخويا، تحياتي نضاليه.